الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد أحبائي وإخواني الدارسين والدارسات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا حول مادة مادتنا مادة النصوص من الأدب العربي الحديث النص الذي معنا اليوم هو نص روائي وتحديدا هو نص رواية سمير ندى وقاع استشهاد إسماعيل النوحي قبل أن نسترسل في الكلام تعالوا بنا نتعرف على المحاور التي يمكن لنا من خلالها قراءة هذا النص الروائي قراءة هذا النص الروائي قراءة تحليلية محاور القراءة التي يمكن أن نتناول من خلالها هذه الرواية ثلاثة محاور المحور الأول فكره الروايه نتكلم عن محتوى الروايه والفكره التي عنيت بها المحور الثاني يدور حول فنيات المعالجه داخل هذه الروايه واما المحور الثالث والاخير فيدور حول النظر في سلبيات المعالجه ونفرد بالحديث سلبيه واحده من هذه السلبيات التي وضعت خلال استخدام الكاتب للتقنيه التي سنتحدث عنها لاحقا ان شاء الله عن المحور الأول وهو فكرة الرواية نقول رواية اسماعيل النوحي تدور حولت حول أزمة إنسان مثقف الأزمة هنا كما يراها الكاتب نشأت عن تعنت الأجهزة الأمنية في ملاحقة المثقفين خاصة المقبلين منهم على شراء الكتب السياسية ظنا من هذه الأجهزة أن في ذلك يعني نهاية أو وأدا للتيارات السياسية المعارضة للأنظمة وهذا كما نقول من وجهة نظر الكاتب وكان إبراهيم هو بطل هذه الرواية أحد هؤلاء المثقفين فوق أنه كان أحد بائعي هذه الكتب السياسية في فترة نكسة 67 وما تلاها ويبدو أن ذلك وما جلب له الشقاء والنكال على أيدي الجهات المعنية وفق ما يرى الكاتب هذا عن الخط الأساسي للرواية أو الأزمة التي تناقشها الرواية أو الأزمة التي يتقلب معها بطل الروايه وهو ابراهيم. لكن السرد يستغل هذه المشكله وهذا الخط الرئيس لكي يقدم خطوطا سرديه اخرى تتوازى مع هذا الخط لا تبتعد كثيرا عنه بل تدور حوله وتحاول ان تعمق منه. فمن ذلك مثلا بعض المشاكل الاجتماعيه كمشكله الثراء الفاحش بعد دخول البلاد مرحله الانفتاح بعد العبور. وهذا وهذه الفتره تعمقت الهوه في هذه الفتره تعمقت الهوه بين الغني والفقير في المجتمع المصري. هناك ايضا اشاره الى مشاكل المسكن. تلك المشكله التي آلت بابراهيم بطل الروايه الى ان يسكن عربه قديمه جاد عليها عليه الحي بها لكي يتخذها مسكنا وذلك بعد لاواء ايضا. هناك ايضا اشاره الى بعض المشاكل الاجتماعيه متمثله في جحيم يطل على البلاد من الخارج ممثلا في المد الشيعي الذي حاول ان يستنبت له انصارا بين عدد من طوائف الشباب في تلك الفتره وان نظرت الى مجموعه هذه المشاكل يمكنك ان تقول انها ابرز مشاكل المجتمع في تلك الفتره وما تلاها تقريبا لكننا نقول ان هذه الافكار ليست افكارا بعيده عن محور الخط الرئيسي وهو ازمه البطل ابراهيم ازمه الذي الذي يعد نموذجا لازمه الانسان المثقف حسبما يراه الكاتب خلال هذه الروايه ومن ثم نقول ان هذه الخطوط معا تشكل ازمه انسان اودى الظلم البين بعقله حتى وصل الى مرحله الجنون بعد ان ذهب ذلك الظلم ايضا باسرته ومسكنه على تفصيل تجدونه في الكتاب ونشير اليه لاحقا ان شاء الله خلال هذا اللقاء. هذا عن فكره الروايه وهو المحور الاول في ايجاز ندخل الى المحور الثاني وفيه التفصيل ونتحدث خلال هذا المحور عن فنيات المعالجه. الـ الوسيلة أو الأداة الفنية أو التقنية الفنية التي اعتمدت عليها رواية وقاع استشهاد إسماعيل النوحي في المقام الأول هي تقنية تيار الوعي وبداية تيار الوعي مصطلح سردي وهو قبل أن يكون مصطلحا سرديا هو مصطلح نفسي يطلق علي الانسياب المتواصل للفكر والإحساس في العقل البشري مصطلح اطلقه فيلسوف حديث اسمه ويليام ويليام جيمس وهو عالم نفسي وفيلسوف اطلقه على مجموعه الاحداث او مجموعه الحوادث، مجموعه المشاهد، مجموعه الصور وكذلك الخطاب الذي يخاطب به الانسان نفسه كل هذه الامور التي تدور في ذهن الانسان دون ان ينطق بها سواء كان ذلك متعلقا بحلم يقظه او بحلم يراه في المنام او برؤيه أو كان حديثا يناجي به المرء نفسه فيما يطلق عليه مناجاة النفس، المهم أنها أمور كلها تدور ضمن منطقة الوعي أو منطقة اللاوعي داخل الإنسان. وهذه المنطقة منطقة لا قد لا يكون من الإنسان سيطرة كاملة عليها، بمعنى أنه حين يتداعى حين يفكر في قضية ما ويترك لنفسه لنفسه الإنسياب في هذه الفكره ربما تتداعى عليه الافكار والمشاهد والصور تباعا تداعيا حرا حتى انه ان اراد ان يعني يعود ادراجه لكي يبحث عن المثير الذي اوصله المثير الاول الذي اوصله الى هذه الحادثه او الى هذه الفكره او الى هذا الى هذا الحديث ربما لا يستطيع ان يفعل ذلك وذلك نتيجه ان هذه المنطقه منطقه قد لا يسيطر عليها عقل الانسان كثيرا ومن ثم يطلق عليها علماء النفس كلمه او مصطلح الوعي أو ألا وعي لأنه ليس ثمة سيطرة تامة من عقل الإنسان عليها وهو كما قلت مصطلح نفسي بداية ثم دخل إلى مجال فن الرواية لأن الرواية هي قصة حياة للإنسان والشخصية تمثل عنصرا مهما فيها فالكاتب الذي يريد أن يعمق شخصيته وأن يصقلها من الداخل بعد أن ينحت ملامحها من الخارج فإنه يعتمد ضمن ما يعتمد على تقنية تيار الوعي لكي يبرز فكرة هذه الشخصية لكي يقدم <applause> لكي يقدم فكرة هذه الشخصية أمام القارئ ويزيد من حجم تفاعل المتلقي معها حتى إن المتلقي بناء على ذلك الكشف يستطيع بعد ذلك أن يتنبأ بمصير هذه الشخصية و يتنبأ بمردودات افعالها وكيف تعالج امورها خلال الازمات التي يوقعها فيها الكاتب خلال الروايه. فتيار الوعي على جانب كبير او له جانب كبير من الاهميه في بناء الشخصيه، ثم ان له جانبا ايضا في بناء الروايه ككل او بناء الحدث داخل الروايه لان الكاتب كثيرا ما يستعين بفكر الشخصيه لكي يرتد إلى الماضي ليقدم أمورا ولح وزمنا ولحظات زمنية معينة تخص الماضي ويقاطع بها زمن الحاضر أو إن شئنا قلنا مستوى القص الأول للرواية. مستوى القص الأول هو الزمن الذي تدور فيه الرواية أو التيار الأساسي في الرواية أو الخط الأساسي في الرواية. كثيرا ما يقطع الكاتب هذا الخط لكي يستجلب الماضي عبر وعي الشخوص المتحدثة والمتفاعلة مع الحدث أو يستغل وعي الشخوص كذلك لكي يستشرف امورا تتعلق بالمستقبل فيقفز الى المستقبل ومن ثم تتداخل لحظات الماضي والمستقبل مع خط القصه الاول او مستوى القصه الاول وهو المستوى الاساسي الذي جاءت فيه القصه. يبقى إذن تيار الوعي بدايه هو مصطلح نفسي ثم بعد ذلك استعارته الروايه وليس غريبا على الروايه ان تستعير من مجال علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من الفنون الانسانيه كالرسم والنحت وال والكاريكاتير والسينما والمسرح وغير ذلك لان هذه الفنون موضوعها في النهايه واحد وهو الانسان، كلها تدور حول الانسان، تدخل اليه الروايه من مدخل ويدخل اليه الرسم من مدخل ويدخل السينما من مدخل من غير الذي تدخل منه المسرح الى اخره. ومن ثم فانه لا يعيب الروايه ان تستعين ان نستعين وتستعير من الفنون الانسانيه الاخرى ببعض مصطلحاتها وبعض تكنيكاتها. وفي هذا السياق استعارت الروايه مصطلح تيار الوعي. وجلبته إلى مجال علم السرد أو فن القص ووظف داخل الرواية بهدف الكشف عن بواطن الشخوص لكي تبدو مقنعة أمام المتلقي وتزيد من حجم تفاعل المتلقي وتزيد من حجم قلقه أيضا في الوقت نفسه على مصير هذه الشخصية ثم لكي يبني من خلاله الحدث فيستجلب الماضي ويدسه في الحاضر ويستشرف المستقبل أيضا ويطعم به السرد خلال زمن الحاضر هذا عن معناه وهذا عن دوره داخل فن القص باختصار ويوظف بعد ذلك ثالثا تيار الوعي داخل القصة أو الرواية بنحوين أيضا إما أن يوظف على نحو جزئي وإما أن يوظف على نحو كلي أن يوظف على نحو جزئي كأن يستخدم الكاتب وعي الشخصية استخداما جزئيا هنا أو استخداما جزئيا هنالك إلى آخره حتى يكشف عن لحظة معينة أو جزئية تخص حدثا واحدا أو حدثا معينا لكن هناك استخداما آخر يلح على التقنية فنجد أن تيار الوعي موجود موجود معنا منذ مبدأ الرواية أو منذ مبدأ القصة إلى نهايتها بما يجعل بما يجعل تيار الوعي هو التقنية الأولى في الرواية أو في العمل القصصي حتى إننا نستطيع إذا ذلك أن نقول إن هذه رواية تيار وعي فنقول إن هذه قصة من قصص تيار الوعي أو هذه رواية من تيار الوعي التيار الوعي بعد ذلك أفرد له كاتب كبير اسمه روبرت هيمفري كتابا وتعرف بتيار الوعي وهذا الكتاب ترجمه الناقد الكبير دكتور الربيعي يقول في تعريف تيار الوعي أو القصص التي جاءت من باب تيار الوعي ونوع من القصص يركز فيه أساسا على نوع من مستويات ما قبل الكلام يعني المنطقة التي قد تكون صامتة صامتة اللسان لكنها تتكلم بالذهن وتتكلم بالعقل مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات وأنت الآن عرفت أنه في أصله مصطلح نفسي وجلبته الرواية, الرواية إلى فنها واستعانت به ضمن ما استعانت من تكنيكات أخر أخرى ووظفته على نحوين نحو جزئي ونحو كلي فإذا طبقنا هذا الكلام النظري على ما نحن بصدده الآن وهو رواية سمير ندى وجدنا أن رواية وقائع استشهاد إسماعيل النوحي وظفت تيار الوعي من باب التوظيف الكلي حتى لا يمكن القول إنها إحدى روايات تيار الوعي تستوي في ذلك مع رواية محمود عوض عبد العال سكر مر ومحطة السكة الحديد لإدوار الخرات وأعمال أخرى إذن رواية التي أمامنا رواية اعتمدت في المقام الأول على تيار الوعي ونزيد هذا الكلام النظرية يعني من خلال التطبيق إن شاء الله حينما نقف على مستويات تجلي مستويات تيار الوعي خلال الرواية رواية إسماعيل النوحي رواية طويلة جدا حتى إن الكاتبها يصطلح على يسميها بال بالملحمة الروائية فيها تفاصيل متعددة خطوط سردية متشابكة والكاتب لم يبدأها بداية هرمية يعني يبدأ من نقطة الصفر ثم يمضي مع حدث هذا الحدث يبدأ بسيطا فيتركب ثم يتعقد ثم يكون بعد الوصول إلى ذروة العقدة الوصول النزول إلى النهاية أو صوب الحل مثلا بل ترك الكاتب لشخوصه مطلق الحرية في تسجيل مشاركاتهم الحدث أشار بدأ من قلب الحدث تقريبا أو من منطقة من منطقة قريبة من قلب الحدث داخل الرواية وترك بعد ذلك للشخوص مطلق الحريه في الحديث وتسجيل مشاركتهم الحدث. فروى كل منهم الحدث من وجهه نظره واكسب ذلك كل كل شخصيه يعني اكسبت الحدث المرويه شيئا من التفصيل حتى يتم تفصيل الازمه بانتهاء الروايه. والشخوص حينما يتحدثون لا يتحدثون بلسانهم فقط وانما تترك المساحه الاكبر لحديث وعيهم ومن ثم فان تيار الوعي خلال الروايه كما نقول يمسك بالروايه من اولها لاخرها من خلال عدد من وعي عدد من الشخوص يعبر كل منهم عن وجهه نظره تجاه ازمه ابراهيم هذا من خلال وعيه اكثر مما يعبر عنها على لسانه. فلاجل ذلك استحضرت الشخوص هذه الماضي من خلال ذاكرتهم الممتلئه باحداث ووقائع تخص هذه المشكله وقدموا تفاصيل جديده على هامش الحدث الرئيسي معنى هذا أن توظيف الرواية لتقنية تيار الوعي كما قلنا نزيد هذا الكلام تقنينا هنا فنقول معنى هذا أن توظيف الرواية لتقنية تيار الوعي يخرج عن التوظيف الجزئي إلى توظيف كلي يمسك بالرواية من أولها إلى نهايتها بل ويشكل بناء هذه الرواية نجد أن التقنية نفسها هنا التي شكلت بناء الرواية ومنحت الروايه الاطار الذي تتحرك فيه الذي يمكن ان نسميه مثلا اطار التداعي ووسيلته تيار الوعي، من ممكن ان نسمي اطار هذه الروايه اطار التداعي، جاءت منه هذه الروايه وجربت من خلاله والتقنيه التي اعتمدت عليها لبلوغ هذه الغايات جميعا هي تقنيه تيار الوعي. ومن ثم يمكننا ان ننظر في بناء هذه الروايه معتمدين على هذه التقنيه ومشكلين مستويات او مقسمين مستويات تيار الوعي داخل هذه الروايه الى ثلاثه مستويات المستوى الاول توزيع جزئيات الحدث الواحد على عده فصول مختلفه نحن الان امام تجليات تقنيه تيار الوعي او طرق توظيف هذه التقنيه والاعتماد على هذه التقنيه او مستويات الوعي باي تعبير تعبر عن هذا عبر بما شئت نقول مستوى توزيع جزئيات الحدث الواحد على عده فصول مختلفه معنى هذا ان لدينا فصلا هذا الفصل داخل الروايه معني بحدث معين لكن هذا الح... لكن هذا الفصل لكن هذا الحدث الذي يذكره داخل هذا الفصل لن يذكره الا في هيئه اشاره او جزئيه صغيره لا تتم الحدث ثم بعد ذلك يوزع توزع جزئيات الحدث على فصول اخرى متعدده مختلفه وبالمضي قدما مع عمليه القراءه تتراكم التفصيلات على محور هذه هذا الحدث وتتآلف الجزئيات على محور هذا الحدث حتى يتم على المتلقي بناء الحدث فيفهم الحدث ويفهم خطاب الرواية أنا آنئذ المستوى الثاني ويبدو أنه يسير في اتجاه عكس المستوى الأول وهو مستوى تقاطع تفصيلات مختلفة متباعدة حدوثا داخل فصل واحد يعني نجد الفصل الواحد لا لا يعنى فقط بما جاء يعني ما جاء تحت العنوان داخل الفصل ليس مرتبطا بالعنوان فقط بل هناك تفصيلات اخرى لاحداث اخرى وتفريعات اخرى لوقائع حدثت في ازمنه متباعده ويحويها الفصل الواحد، معنى هذا ان المستوى الثاني كانما يسير في اتجاه عكس المستوى الاول، فالمستوى الاول نحن امام حدث واحد لكنه يبعثر على اكثر من فصل، اما في المستوى الثاني فنحن أمام فصل واحد لكنه يضم داخله وتحت عنوانه أحداثا أو تفصيلات وجزئيات متعلقة بحدث واحد أو بأحداث مجموعة أحداث متباعدة في الحدوث أما المستوى الثالث الذي يتجلى عبر تيار الوعي نحن تأملنا بناء الرواية أو الملحمة هذه كما سماها صاحبها من أولها إلى نهايتها فإننا يمكن أن نقول أن ثمة مستوى ثالثا يعني معنيا بتوزيع الفصول على أسفار الملحمة حسب تذكر الرواة إياها لا حسب وقوعها ولكننا يمكننا أن نقف حتى لا نطيل على المستويين الأولين أولا لأن فيهما الكفاية في الإشارة إلى مستوى توظيف طيار الوعي داخل هذه الرواية هذا من ناحية ومن الناحية الثانية لأن المستوى الثالث إن وقفنا نحن أمامه ففيه مصادرة على ما فعله الكاتب لأننا سوف نرتب فصول الرواية كما فهمنا بعد أن تمت قراءة الرواية لا كما تذكرتها الشخوص خلال الرواية وفي ذلك مصادرة على فنيات الرواية وفي مخاطرة أيضا وفي مخاطرة أيضا بتحويل العمل الذي هو الرواية في النهاية بإحالة إلى بناء بسيط بعد أن قد ارتضى له الكاتب ذلك البناء المتشابك المحبوك من الناحية الفنية عبر هذه التقنية تقنية تيار الوعي ومن ثم يمكننا كما اقول ان نقتصر على المستويين الاولين رغم ان المسؤول عن المستوى الثالث ايضا هو توظيف تلك التقنيه وهي تقنيه تيار الوعي. عن المستوى الاول يمكننا ان نقول ونذكر اولا به مستوى توزيع جزئيات حدث واحد على فصول مختلفه. ما المراد بهذا؟ نقنن للكلام الذي سبق ان شرحناه الان فنقول المراد هنا انتقال السرد إلى لقطة جديدة قبل استيفاء تفاصيل اللقطة الأولى. يعني الكاتب يذكر حدثًا أو يشير إلى حدث وقبل أن يتم ذلك الحدث يدخل إلى مشهد آخر أو إلى حدث آخر أو إلى لقطة آخر وكأنما يدخر تفصيلات متعلقة بهذا الحدث لفصول قادمة ومحطات أخرى عبر تيار الوعي. ومن ثم سوف نجد اللقطة في بدايته أو الحدث في بدايته حدثا غامضا أو حدثا غير بين أو لقطة غامضة لا نتبين لها التفصيل ثم سنفاجأ بعد ذلك حين نمضي قدما مع الرواية ومع عملية القراءة بتفصيلات وجزئيات أخرى نحاول نردفها إلى التفصيلات الأولى التي سبق وأن قرأناها فنفهم المراد من من الجزئية كاملة أو من الحدث كاملا طيب ما الأثر الذي ينشأ عن أن يقدم الحدث بهذا المستوى الأثر الأول طبعا وهو الأمر الواضح بداية هو أن جزئيات اللقطة الواحدة تشعث يعني الحدث مقسم مفرق ممزق أو مشعث إلى أكثر من جزئية على مدى الرواية كاملا وينشأ عن هذا الأثر أثر ثان يتمثل في ماذا تمثل في إلقاء مسؤولية إنتاج الدلالة على القارئ في الأعم الأغلب بمعنى أن للقارئ دورا كبيرا في قراءات في قراءة روايات من هذا النوع. فالرواية هنا تلقي أعباء كثيرة ومسؤوليات كثيرة على القارئ. فهذه رواية مثل رواية سمير ندى بحاجة إلى قارئ يقظ. ينبغي أن يكون القارئ يقظا لكي يفطن إلى أن السرد هنا توقف أو خط القص الأول توقف وانقطع وهذا الكلام الجديد يمثل لحظة من الماضي أو يمثل. قفزة إلى المستقبل. فينبغي له أن يكون يقظا من البداية، صابرا على هذه العملية، فيقفز مع السرد إلى المستقبل ويستشرف ما يريد أن يستشرفه الكاتب من خلال هذه القفزات، وكذلك يسبح مع وعي الشخوص إلى الماضي لكي يستحضر تراثا ربما يضيء لحظات الحاضر هذه. فيتتبعهم في لحظات الحاضر اللي هو مستوى القص الأول و يعني يرتد معهم إلى الماضي لكي يستحضر تراثهم فيضيء به لحظة الحاضر أو يقفز المستقبل لكي يتنبأ بمستقبل هذه الشخوص في مع الحدث خلال الرواية معنى هذا أن القارئ دوره مفعل ودوره كبير في قراءة روايات هذا بابها لأن الرواية هذه لا تعطي المعنى طيعا سهلا كروايات أخرى وكذلك بناؤها ليس تقليديا ك كما هو الشأن في روايات أخرى، وإنما تبدأ من نقطة فارقة من عمر الرواية أو من عمر الأزمة التي يعيشها البطل، وترتد إلى الماضي وتقفز إلى المستقبل لكي تستجلب من هنا جزئية ومن هنالك جزئية لكي تراكمها على محور الأزمة أو الحدث الرئيس حتى يتفهم القارئ خطاب الرواية في النهاية. اللقطة التي يمكن أن نمثل بها أو ننمذج بها على هذا المستوى هي لحظة مشاركة أو حدث مشاركة إبراهيم بحرب اكتوبر 73، ومشاركته كانت بمنطقة الدفرسوار، حيث وقف إبراهيم مدافعا مع رفقة من جنوده من من جنود زملائه مع شاويش الشاويش فرحان قائدهم، صنعوا لهم خندقا، ولكن الخندق دكه العدو وقتل الشاويش فرحان وانشطر نصفين وقتل جميع زملائي ووقف إبراهيم وحيدا في الخندق يدافع حتى قتل الأعداء جميعا ثم بعد ذلك سقط مغشيا عليه وبعد ذلك عثر به رفقة من الجنود المصريين فنقلوه إلى مستشفى ميداني ثم إلى مستشفى عسكري وهناك تحدث الطبيب مع أهل إبراهيم بأنه عوض وحده موت رفاقه إلى آخره هذا الحادث الذي رويته أنا الآن بدءا من دخوله حرب 73 الى بمنطقة الدفرسوار الى وصوله الى المستشفى العسكري وما تلا ذلك من ملابسات لن يظفر به المتلقي خلال الرواية على هذا النحو ابدا. وانما هناك اشارة برغم برغم ان هناك فصلا كاملا اسمه الدفرسوار. لكنك خلال هذا الفصل لن تجد الكلام حول هذا الحدث من اوله الى اخره فقط هناك اشارة الى تعنت الاجهزة الامنية او تعنت بعض الاجهزة المعنية في ان يضم ابراهيم الى صفوف القوات المسلحه برغم انه وحيد ابويه هذه الاشاره الاولى ثم هناك اشاره اخرى الى قضيه ان الشاويش فرحان شطره وازمه الازمه التي حلت بابراهيم بعد ان وقف وحيدا بين البارود وبين الرمال وبين العطش وبين الدماء الى اخره ثم بعد ذلك يغلق الفصل او يهتم الفصل بتفاصيل اخرى على نحو ما بينا خلال مستوى اخر من مستويات الوعي وهو المستوى الثاني ويغلق الفصل على ذلك ثم بعد ذلك كلما توازت أمور متعلقة بأمور متعلقة بما حدث في الدفر سوار تهيأ الفرصة لكي تذكر الرواية طرفا مما وقع في الدفر سوار فنلم مثلا بقضية تعنت الأجهزة المعنية في أخذ إبراهيم عنوة إلى القوات المسلحة حينما توازى ذلك الحدث مثلا مع تعنت الأجهزة الأمنية حينما نكلوا بابراهيم واحرقوا كتبه واحرقوا المكان والمكتبه التي كان يبيع فيها كتبه الى اخره فكلما يعني توازى حدث من مستوى القص الاصلي مع حدث متعلق بالدفر سوار كانت الفرصه سانحه لكي يستفيض ابراهيم عبر وعيه لكي يلم بشيء من جزئيه متعلقه بالدفر سوار حتى يتم على المتلقي ما وقع خلال منطقة الدفرسوار بدءا من انضمامه إلى إلى صفوف القوات المسلحة وانتهاءا بحديثه عن بطولته وما فعله بعد مقتل شاويشه وبعد مصرعي واستشهاد رفاقه من من الجنود. أقول رغم أن فصلا كاملا داخل الرواية يحمل لفظة الدفرسوار عنوانا لها. هذا عن المستوى الأول. أما عن المستوى الثاني. وأذكر بأننا قلنا هو تقاطع تفصيلات متعددة داخل الفصل الواحد تجد تجد الفصل الواحد يتسع لكي يقدم تفاصيل مختلفة كما قلت لأحداث متباينة في الحدوث أو متباينة في زمن الحدوث الوعي هنا يجلب إلى الفصل الواحد هذه اللقطات المختلفة فكل لقطة تأتي بزمنها فلقطة تخص الماضي ولقطة تخص إلى ماضي بعيد ولقطة تختص بماضي قريب ولقطة أخرى تختص بماض أبعد من هذا أو قد تكون هناك لقطات تتنبأ بمصائر الشخوص مثلا والنموذج الذي نستشهد من خلاله على هذا المستوى من توظيف تيار الواعي نأخذه من البطل الثاني للرواية وهو الشحات غريم إبراهيم وأحد أسباب شقائه لأن الشحات هذا الشحات مع إبراهيم يتوازى مع ثنائية دياب بن غانم أبي زيد الهلالي لماذا؟ لأن إبراهيم كما قدمته الرواية أحد أحفاد الهلالية والشحات أحد أحفاد دياب بن غانم ومن ثم يتوارثان معا العداء الذي كان معروفا بين, هذا بين أبي زيد ودياب بن غانم في السيرة الشعبية المعروفة فقد كان الشحات إذا يعني يبوء في الرواية كلها بكل الصفات السيئة ومن ثم فقد كان أحد أسباب شقاء إبراهيم والمقطع الذي نتخذه هنا يعني استشهادا او نموذجا لهذا النوع من مستويات الوعي هو حيث يقف متحدثا مع زوجته نشوه وهي امراه آه هي زوجته ومطلقه حمدان رجل الاعمال العربي الذي تزوج من شوق وشوق هذه كانت زوجه ابراهيم وطلقت منه طلاقا دلسه الشحات هذا في مسلسل النكبات التي توالت على ابراهيم وكان صاحبها او الذي أو أو باء بها هو ذلك الرجل المسمى الشحات. آه يعلم الشرقاوي خال ابراهيم اخيرا بما وقع لابن اخته ابراهيم ويعلم بمن تسبب في ذلك وهو الشحات فينذره بانه سيقتله ويهدده بذلك والشرقاوي ايضا او الشحات يعلم أن الشرقاوي حينما يهدد فإنه يفعل أو كما قدمتهما الرواية لأنه يعني يفعل ذلك وهو ممتلئ بالإرث الهلالي الذي الذي يعني إيه يمت بنسبه إليه فمن ثم أوجس الشحات لما علم بوعيد الشرقاوي وأخذ يحدث نشوة خلال حوار وهذا الحوار الذي دار الذي دار بينه وبين نشوة زوجته خلال هذا الفصل هو ما نستقطع منه يعني جزءا لكي ننب لكي نتناول من خلاله مستوى تقاطع التفصيلات المتعدده داخل الفصل الواحد فخلال هذا الحوار يتسال نسوى نشوى سؤالا فلا يرد عليها الشحات بل يذهب من خلال السؤال او يستثير ذلك السؤال في وعيه احداثا ووقائع ماضيه يسترسل معها خلال وعيه وتتداعى عليه ذكريات الماضي فيروح معها ويتداعى معها ثم بعد ذلك يرد عليها وهكذا حتى اننا خلال هذا الفصل نجد حوار ما يمت للحوار اكثر من خمس او ست جمل لكن بقيه الفصل تداعي او تيار واعي ما يدور براس نشوه وما يدور براس زوجها الشحات فنحن اذا نظرنا الى هذا الفصل سوف نلم بعدد من اللقطات الماضيه التي نفهم من خلالها او نفهم بضمها الى مواقعها او وضعها في مواضعها نفهم من خلالها احداثا قد مضت بنا ولم نكن قد فهمناها من خلال ولم نفهمها الا حينما قرانا مثل هذا الفصل لانه ضم كثيرا من التفاصيل عبر وعي الشحات وبه قدم الكاتب مفاتيح لكثير من الازمات التي مرت بابراهيم ولم يكن ابراهيم يعلم من المتسبب فيها ولم يكن الشرقاوي او بقيه الشخوص المعنيه تعلم من المتسبب فيها لكن من خلال استعراضي واعي أو الشحات استطعنا أن نعلم خبيئة نفسه خلال هذا الحوار وما نشوى خلال هذا الحوار إلا مثير فقط لقضية التداعي أو لعملية التداعي في ذهن ذلك الرجل الشحات فمن خلال هذا الفصل ألممنا مثلا بتفاصيل من مثل قضية تدليس الطلاق الذي وقع غيابيا نحن علمنا أنها طلقة دون أن يقف السرد أمام هذه القضية ويوضح لماذا طلقة وقد قدمهما الكاتب حبيبان قبل أن يكونا زوجين ومن ثم فقد استنكر المتلقي قضية الطلاق هذه لكنه حينما ألم بهذا الفصل علم بأن هناك تفاصيل تخص قضية الطلاق هذه وهو أن الشحات قد دلس هذا الطلاق بعد أن دعا أن إبراهيم قد جن وذهب عقله وطلق هذه المرأة غيابيا والممنى أيضا بتفاصيل ما دار بين الجازية ابنة الشرقاوي وتلك المرأة نشوة التي قدمها السرد امرأة متحررة من الناحية الأخلاقية المملكة كذلك بتفاصيل تتعلق باستمالة الشحاق لشوق قبل زواجها من إبراهيم وبه عرفنا لماذا نصب الشحات إبراهيم وهو لم يره لأنه رأى أنه أخذ منه هذه المرأة مثلا والممنى كذلك بتفاصيل تخص ما قام به الشحات تجاه إبراهيم بحمله على الجنون حتى تمكن من رفع دعوة الطلاق غيابيا وكذلك ما تفاصيل ما دار بين إبراهيم وابنته حين هم بإشعال النار فيها بعد أن ذهل عقله وغاب عقله لما حل به من شقاء وبؤس ونكبات توالت تباعا وكذلك ألممنا بتفاصيل ما دار بين الشحات وكيفية آه وصول إلى هذه المرتبة من الثراء وذلك حينما أوقفنا على علاقته برجل الأعمال الخليجي حمدان هذا وهو رجل أيضا قدمه السرد آه بصورة الرجل المتحرر أخلاقيا وغير ذلك من تفصيلات أخرى حواها ذلك الفصل أقول هذا الفصل وغيره من الفصول حاول تفاصيل لا تتعلق بما جاء تحت عنوان الفصل بل بقدر ما تتعلق بامور قد مضت ولم يستطع القارئ ان يتبين معناها او وردت عليه مبهمه لم يفهمها حتى الم بهذا الفصل ومن ثم هذا الفصل يعد مثالا او نموذجا جيدا للاستشهاد على مستوى تقاطع تفاصيل متعدده لاحداث متباينه الوقوع زمنا داخل فصل واحد هذا كلام شرحناه يمكننا بعد ذلك ان نتوقف خلال فنيات المعالجه على نقطه اخيره وهي نقطه تخص اللغه بعد ان توقفنا على التقنيه نفسها او التكنيك الذي اعتمدته الروايه وهو تقنيه تيار الوعي يمكننا ان نقف امام اللغه وما يهمنا في لغه سمير نادى خلال هذه الروايه هو النظر في تجاوب هذه اللغه مع التقنيه نفسها تكنيك تيار الوعي نفسه فإن تاملنا هذه اللغة وجدنا اللغة العربية مرنة مليئة بالإمكانات الأسلوبية وهذه اللغة بمرونتها وإمكاناتها المتعددة بحاجة إلى من يعني يفجر منها هذه الإمكانيات ويستخدم منها هذه الأساليب وهي يعني رحبة مرنة تتسع لأي تجريب وأي تجديد متى كان هذا التجريب هادفا ومتى كان يعني على جانب يعني كبير من الفنيه ومبتعد كثيرا عن الايه؟ عن الفوضى. اللغه فيما يخص بقى روايه سمير ندى سنجد عددا من الاساليب كالالتفات والفصل واعتماد اسلوب الفصل والحذف التي تتوازى مع قضيه او مع لغه الشخوص في كشفهم عن عن منطقه الوعي او كشفهم عن خبيئة انفسهم وخبيئة اذهانهم وقد سبق ان قلنا ان هذه المنطقة يعني لا تحظى بالسيطرة الكاملة من العقل والشأن فيها ان يكثر فيها الاضطراب والتفكك وما شابه ذلك والتداعي الحر الذي قد لا يكون لا ضابط له ولا رابط له واذا ارادت اللغة ان تعبر عن هذه الدلالات دلالة التفكك دلالة الاضطراب فإنها تستعين بأساليب تناسب هذه الامور وتشاكل قضية الاضطراب هذه وقضية الـ الـ الاختلال في 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 الانتقال من الماضي الى الحاضر والمستقبل الى اخره. ومن ثم فانها اكثرت من الالتفاتات ومن اعتماد اسلوب الفصل وكذلك من الحذف وتوظيف السطر الكتابي واستخدام اسلوب واستخدام النقاط وغير ذلك من الامور التي تعين على اظهار التقنيه او نقول تتحمل هي تبعة هذه التقنية. أول هذه الأساليب عندكم الالتفات. وبداية قبل أن نطبق هذه الظاهرة أو قبل أن ننظر في مدى استعانة الرواية بالالتفات يمكننا أن نقول أن الالتفات أولا مصطلح بلاغي قديم. مصطلح بلاغي قديم استخدمه النقاد والبلاغيون قديما للدلاله على التحول من الخطاب الى التكلم من ضمير الخطاب الى ضمير المتكلم او من ضمير المتكلم الى الخطاب او العكس او الى الغائب او العكس الى اخره او قضيه التبادل او التحول ايضا بين الافعال بين المضارع زمن المضارع وزمن الماضي او العكس وهو يدخل عالم الروايه هنا بهذا المعنى ايضا تبادل بين الضمائر لكن الضمائر داخل الروايه هي الشخوص وشخوص روايه سمير ندى هذه هم الذين راوا الحدث فالمؤلف لا فليس ثمه تراون هو صوره للمؤلف داخل الحدث وانما كما قلنا انفا ترك المؤلف لشخصه ان يتحدث كل منهم عن الازمه ويعبر بصوته عن وجهه نظره بما يجعل هذه الروايه ايضا من الروايات التي يمكن ان نسميها روايه تعدد الاصوات داخل الروايه فالضمائر المتبادله او المتبادله داخل الروايه تشير الى تبادل مواقع الاصوات المتحدثه او الرواه الذين يروون الحدث. ومن ثم ينتج من تبادل الضمائر والافعال المسنده اليها ينتج تبادل بين مواقع الرواه الذين يروون الحدث. وهذا التبادل بين المواقع هو ما يشبه الى حد كبير ما نجده في تراثنا البلاغي من قضيه الالتفات بين الضمائر او بين الافعال مثلا. يمكن ان ننظر في نموذج واحد نجتزئ منه عدة جمل حتى نكشف عن قضية الالتفات هذه وقبل ان ندخل النموذج نشير الى البيئة التي جاء فيها هذا النموذج، النموذج اولا مشهد يجمع بين ابراهيم وجاره ادريس، البيئة التي المحيطة من حولهم هما يجلسان الى جوار العربة التي يسكنها ابراهيم اسفل كوب بابا والزمن هو صبيحة عيد الاضحى وقد توالت النكبات وكانت ذروتها في هذا اليوم لأنه هو اليوم الذي صرع فيه ابنه إسماعيل المسمى باسمه الرواية وقائع استشهاد إسماعيل النوح ورق إدريس لصاحبه أو لجاره لما رأى من البؤس دون أن يعلم حقيقة أن هناك طفلا قد صرع وأن إسماعيل قد مات أو شيئا من هذا فأخذ يعني يطبب منه ويهدهد منه حتى يعني سل منه كثيرا من مما يجد حتى انه قد سري عن نجد اسم ابراهيم وقد سري عنه و يعني اخذ يعبر عن جوعته حينما نظر الى شجره قريبه شجره جميز قريبه وتمنى لو تثمر هذه الشجره اي شيء فياكله. يقول وهو النص الذي نتامل من خلاله قضيه الالتفات هذه بين المتحدثين ادريس جاري ابراهيم وابراهيم. يقول والكلام أولا لإبراهيم لو تثمر شجرة الجميز زقوما ما ترددت في تناوله رفع إبراهيم رأسه هذا من حديث إدريس فارتطم بالكوب وذراعي تأملت غصون الشجرة هذا من كلام إبراهيم فلم أجد ثمرات الجميز ولا الزقوم هز رأسه وأحناها في استسلام يلتفت بعد ثانية إلى إدريس وواصلت صب الماء على رأسه نفذت بادرة صفين إلى رأسي، التفت ثانية إلى إبراهيم وأنعشني الماء، وقال سلمت يداك، التفت إلى إدريس. لأن صاحب القول هنا أو فاعل القول هنا هو إبراهيم، قال سلمت يداك، وقلتُ التفت إلى إبراهيم من جديد لإدريس سأغفو. لو نظرنا إلى هذه الأفعال التي ظللناها عندكم، ستجد أن قوله ترددت ده من كلام إبراهيم. رفع إبراهيم رأسه هذا من كلام إدريس. ثم يدخل بعد ذلك يلتفت مرة ثانية إلى إبراهيم تأملت غصون الشجرة ثم يلتفت إلى إدريس هز رأسه نفذت بادرة الصفاء التفات إلى إبراهيم ثم عودة مرة ثانية إلى إدريس في النهاية وقال سلمت يداك ثم عودة بعد ذلك إلى إلى إسماعيل يعني تحرير الكلام لو تثمر شجرة الجميز زقوما ما ترددت رفعت رأسي فارتطمت بدل أن يقول رفع فارتطب بالكوبي وذراع إدريس بدل أن يقول وذراعي تأملت ثم يقول هززت رأسي وأحنيتها بدل أن يقول هز رأسه وأحناها في استسلام وواصلت صب الماء تحريره أن يقول وواصل إدريس صب الماء وذلك إذا كانت يعني زاوية النظر واحدة والمتحدث هو إسماعيل وواصل إدريس صب الماء على رأسي نفذت بادرة صفاء إلى رأسي وقلت سلمت يدك على هذا النحو سنجد التوظيف الالتفات خلال هذه الرواية بل هناك مواضع داخل هذه الرواية تتشابك أكثر من هذا حتى إن القارئ يحتاج أن يتوقف لكي يسأل سؤالا يفرض نفسه بقوة من المتكلم ها هنا؟ ولذلك قلنا إن هذه الرواية في بنائها وفي لغتها بحاجة إلى قارئ يقظ لكي يستطيع أن يتوقف ويلم بمواقع الرواة وكذلك يتوقف لكي يلم بالأزمنة التي يعني يجد أمامه كما متوفرا منها خلال حدث واحد الوسيلة الثانية هي اعتماد أسلوب الفصل والفصل هو أولا هو مصطلح بلاغي قديم أيضا اتخذه علماء البلاغة علما على حذف الأداء العاطفة بين الجمل حتى تبدو, تبدو الجمل في النهاية مفصولا بعضها عن بعض دون أن تترابط بأدوات العطف خاصة وحينما يحذف الكاتب ها هنا خلال هذه الرواية ادوات العطف هذا الحذف ليس من 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 غاياته ان ان يطرح ما يثقل كاهل الحدث حتى يكون الحدث رشيقا او ان يحذف ما قد يعد استطراد استطرادا او اثقالا او ترهلا داخل النص او ان يكسب السرد سرعه ما ليس من غاياته حذف ادوات العطف هنا هذا في المقام الاول بقدر ما الغايه هنا ان يشاكل ما يعتمل بدواخل الشخوص من اضطرابات الذاكره في اثناء سرد الحدث الانسان حينما يكون مضطربا في الكلام فان الكلام يبدو متقطعا وهذا الاضطراب وهذا التقطع يعبر يعبر تعبر عنه الروايه هنا بحذف ادوات الايه بحذف ادوات العطف التي نسميها الفصل وان نظرنا الى الى نموذج يشير فيه نشير من خلاله الى هذه الاداه يمكننا ان نقتطع نموذج من المشهد السابق ايضا قبل ان يدخل ادريس على ابراهيم دخل ابراهيم الى العربه فوجد ابنه صريعا ملقا بوسط العربه بعد ان وقع على على احدى الـ 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 الاشياء الحاده فنزف حتى الموت وهنا يسقط في يد ابراهيم ويتداعى ذهنه الى كل المشكلات التي وقع فيها منذ ان تركه جده ومنذ ان تركه ابوه لي ليبحث عن امجاده الخاصه وتركته امه طلبا للتبتل والطهر الصوفي بعيدا عن المدنية وتركه جده الذي كان الركن الركين الذي يأوي إليه ثم توالت النكبات بعد ذلك عبرت عنها الرواية بسفر الزمن الحرام بعد أن كان يعيش في سفر سفر الزمن الأخضر الذي عاش عاشه في كان في جده فهنا يخرج من الحدث الأصلي وهو مصرع إسماعيل فيعد هذا الحدث مصرع إسماعيل مثيرا للذاكرة أن تستفيض عبر شيء من التداعي الحر ومن ال الاشياء التي تداعى اليها ابراهيم ان يتذكر اجداده ان يتذكر جده القديم ابا زيد النوحي وهو الجزء الذي نقتطعه لكي نكشف عن دلاله الاضطراب عبر اللغه ها هنا يقول متح ابراهيم متحدثا فاين سر ابو زيد النوحي؟ من غامر؟ من قامر؟ من هاجر؟ ما احوجني اليوم اليه لو املك مقبره لو املك كفنا لو أمسك دفة آمالي ما سقط القربان الأول يقصد ولده إسماعيل في هيكل سيارة المهد المذبح اللحد الجنون العدم يا طوفان الجدود متى تدمدم في الكون وتزحف تغرق تدفن وتزحف تغرق تدفن تجتاح مع الأمل الآلام ولماذا عز فداؤك يا ولدي أسمعني أبكي أغمض عيني ترطمني صرخات نجوى نجوى أخت إسماعيل فأفيق من جوع تصرخ أو من حزن أسدل ملاءة على إسماعيل وأقبله وأقبلها تصمت تلمح في العتمة دموعي فتصمت لو يصفو ذهني أتدبر ما سوف يكون قد يصفو يلفحني جحيم المخزن حين أغادر الهيكل ماذا أفعل على هذا النحو سنجد الجمل مفككا بعضها من بعض يتحدث مره عن جده ابي زيد ثم يدخل الى ولده اسماعيل ثم بعد ذلك يفتش في نفسه ماذا يفعل وتتداعى عليه كثير من الصور وهذه الصور التي تتداعى عليه يفيق منها حينما يسمع صرخات ابنته نجوى فساعه اذن يلح عليه سؤال هل تصرخ لأن جوع كما كان إسماعيل جائعا وكما, هو وكما كانت حاله أيضا وبعد ذلك ينبغي أن يفكر فيما عليه أن يفعل بعد أن وقع ابنه قتيلا وهل وبعد ذلك سوف يتداعى في نقل في جزء لم ننقله هنا سوف يتداعى إلى إلى فكرة هل تصدقه الشرطة لو لو ذكر لها أن ابنه مات من تلقاء نفسه أم أنهم سوف يتهمونه يتهمونه بقتله خاصه انه له وان له سابقه حينما شرع بشعال النار في نفسه وفي ابنته هربا مما من الذي يراه من النكبات وما يراه من بؤس الى اخر ذلك نجد ان أكثر الجمل خلال هذا النقل لم ترتبط ب... لم تربط بينها او بين بعضها والبعض ادوات العطف وانما جاءت مفصوله لكي تشاكل اضطراب عقل ابراهيم بعد ان اسقط في يده نتيجه هذا الحادث الذي وقع لابنه الاداه الثالثه عندكم وهي توظيف الحذف قلنا ان نصوص تيار الوعي هي نقل لعالم الباطن في اوقات اضطرابه وتخبطه وهذا النقل يحتاج الكاتب ان ينقله بامانه فيستعين بكل ما لديه من ادوات لكي ينقل لك باطن الشخصيه من الداخل بما فيه من اضطراب وتخبط ولاجل ذلك تجد الكاتب يعتمد على حروف طباعية معينة، يعتمد السطر الكتابي فيدرج بعض الألفاظ وبعض التراكيب وبعض الأساليب وكأنما يريد بذلك أن يشاكل تدرج الخطرات التي تتداعى أو الأفكار والصور والوقائع التي تتداعى داخل ذهن الشخصية، فيعتمد السطر الكتابي ويعتمد تقطيع الكلمات وتلاعب بالألفاظ من ناحية البنية الشكلية وغير ذلك من الأمور التي قد يراها قد نراها في البدايه امورا شكليه محض لكنها حينما ندقق في الامر نجد ان هذه الامور الشكليه يعني احتوت او امتلات بكثير من الدلاله ومن ثم فانها تكون بنيه داله ايضا اذا ما احسن الكاتب الالتفات اليها والاستعانه بها دون ما اسراف ايضا. النموذج ال ال الذي معنا وقد وظف فيه الحذف واستخدام النقاط وتلاعب اللغه والتقطيع وما اشبه ذلك نموذج يعني أيضا يدور حول إبراهيم في أزمة جديدة حينما جاءه أحدهم مهددا يحمل سلاحا وهم بقتله ثم بعد ذلك سمع أصواتا فهرب وهو يهرب ينظر إليه إبراهيم ويعني تتداعى الذاكرة لأن هذا الإنسان قد رآه من قبل وأن خطوه ليس بالخطو البعيد عليه فتأخذ الذاكرة في محاولة التذكر خطو من هذا وهذا الشبح الذي يخطو من بعيد وكان يهددني الآن بسلاح يعني يشتبه مع من في ذهني أو, 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 أين التقيته من قبل فيبدأ في محاولة التذكر متى ثم كيف ثم لماذا إلى آخره يقول كان صوته ويقصد صوت ذلك الغريب يقرمطك كقرمطة خطوة ثم نقاط خطو نقاط من خطول وبعد ذلك ينقطع الكلام ثم يعبر متى خطول كيف لماذا حائر حرت حرت فقرمط ذهني كقرمطة صوت الجاسوس يقصد بالجاسوس ذلك الغريب أيضا الذي هم بقتله حرت ال 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 إذا نظرنا إلى ال 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 المساحة الفارغة التي اه تقع بين قولي ال ثم اه أداة الاستفهام التي استخدمها متى وكيف ولماذا إلى آخره سنجد أن هناك فضول كلمة خطو الكذا تمثل تمثل فضول عقل ابراهيم في محاولة ان يتعرف من هذا لكنه يضرب عن هذا الفضول ويعبر عن عن عن, عن شيء اخر خلال الذاكرة ايضا بقوله متى يعني متى مر علي هذا الانسان ولماذا يعني اتذكر هذا الانسان وكيف يتذكر الانسان بعد ان مر بكل هذه الازمات ومر كل هذه النكبات وما الجدوى من ان اتذكر؟ فبين الفضول الذي ياخذه خطو فلان يحاول ان يتذكر رغما عنه ثم يضرب عن هذا الفضول يائسا بعد ان وقعت له مثل هذه النكبات فيحاول ان يعني يصرف نفسه عن أن تتذكر مثل هذا الأمر أنه لا جدوى الآن منها فكيف للعقل أن يتذكر بعد كل هذه النكبات ولماذا يتذكر بعد أن ضاع وما الجدوى بعد أن ضاع مسكنه وضاعت زوجته وضاع ابنه وضاع كل شيء منه ولا ويقف في في النهاية بين الفضول وبين قضية الإضراب هذه التي تحمله على أن يضرب عن أن يتعرف على هذه الشخصية التي أتته مهددة وأهمت بقتله. فتكون تنهيدة أخيرة يعبر فيها عن قوله حرت فقرمط ذهني كقرمطة صوت الجاسوس ثم يكررها ثانية حرت وكأنما هي التنهيدة التي يخرج بها من هذا كله نقنن لهذا الكلام فنقول تحتضن هذه المساحة الفارغة والمعبر عنها هنا بالنقاط دلالة الإضراب وتنجح في فرض على المتلقي فليست أل مما يراد لها ان تتصل باللفظ الذي بعد لان الا تدخل على متى ولا فلا نقول المتى والكيف ولماذا وانما هي تمثل مرحله انقطاع فتحاول الذاكره ان تتذكر خطو من هذا فلا تسعف الى ما تطلب بل تهجم منطقه اخرى من الذاكره على هذه المحاوله وتائدها لتحل لتحل محل عمليه التذكر الاولى عمليه اخرى هي التي على الذاكره ان تنتبه اليها لماذا التذكر وعناء التنقيب خلال الذاكره كيف يكون للعقل أن يتذكر بعد هذا كله هذا ما ينبغي أن ينصرف إليه الذهن الآن لا أن ينصرف إلى مرحلة أو إلى عملية تعرف من هذا الذي أتاني مهددا إلى آخره ومن ثم يسلم أخيرا فيما يشبه التنهيد كما قلنا حائر وحرت رغم أن الإلحاح ما زال يستمر خطوة خطوة إلى آخره على هذا النحو سنجد أن الكاتب استعان قدر المستطاع بامور لغويه لكي يكشف من خلالها على يكشف من خلالها التقنيه نفسها او ان اللغه هي التي تحملت تبعات التقنيه وكشفنا عن ذلك عبر استخدام اسلوب الفصل واستخدام الحذف واستخدام اسلوب الالتفات. بقي لنا محور اخير وهو الوقوف امام احد مزالق الروايه وهو الذي سميناه بتفويت التباين اللغوي رغم حصول التعدد الصوتي قبل أن ندخل إلى هذه المشكلة بالتفصيل نقول المعلوم أن الشخوص مختلفة داخل الرواية الشخصية مختلفة في مستوى الاجتماعي والثقافي والفكري إلى آخره ومن ثم فهي حين تختلف في هذه المستويات وجب أن تعبر اللغة عن هذا الاختلاف فوجب عن فوجب أن تعبر اللغة عن مستوى تفكير الشخصية ومستوى وضعها الاجتماعي ونحو هذا فاذا وجدنا الكاتب يعبر عن بلغه واحده عن شخوصه جميعا برغم اختلافهم في مثل هذه الامور فلا شك ان ذلك يعد عيبا فالعيب الذي وقعت فيه روايه سمير ندى هنا كائن في ان اللغه لم تتح لها الفرصه كامله للهروب من سيطره الكاتب برغم انه استمح لشخوصه بالحديث من و... عن الحدث من وجهة نظرهم هم من منظورهم هم برغم ذلك فإنه لم يتح الفرصة نفسها للغة كي تستطيع أن تتباين وكي تعبر أو كي تتمكن من التعبير عن آه هذا التباين الصوتي آه نجد لغة الكاتب آه أدبية صرفا في أدبية بنحو جيد رائع ونجد كذلك منها يعني جملا كثيره موزونه موسيقيا يعني على على بحر الخبب فاعل 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 فاعل، واذا صح ان ان تكون هذه اللغه لغه لابراهيم مثلا بوصفه مثلا المثقف الموجود في الروايه ووريث جده المثقف والذي اوصاه قبل ان يموت بان لا يبيع كتابا قبل ان يقراه، فاذا صح ان تكون هذه لغه لابراهيم فليس صحيحا ان تكون لغه للضابط الذي تولى قضية ابراهيم بعد بعد اتهامه بقتل ولده وليس صحيحا ايضا ان تكون لغة زوجة زوجة الضابط او لغة الام شامة البعيد التي تركت ابنها بعيدا او غير ذلك من الشخوص اذا 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 تطابقت واتفقت لغة هؤلاء جميعا فلا شك او لن يجد الناقد امامه الا ان يقول ان هذه لغة الكاتب وليست لغة الشخوص. نتامل نموذجا مثلا على لغة على لسان الضابط يقول وشعشع الفجر في قلبي وغادرت الفراشة وتحت رذاذ الماء يتكلم عن دخوله ال ال الحمام وشعشع الفجر في قلبي غادرت الفراشة وتحت رذاذ الماء الدافئ صفى ذهني ومن القلب رددت أنت الذي ترضي العبادة ولم يروا إلا لديك كرامة وأمانة وتجلت من وراء غلالات البخار معالم وجه إبراهيم النوحي كان صوته عميقا وحزينا أشجاني بطلاوته النافذة فسرحت فصرح نبراته وموجات طبقاتها في القلب وألح على الخاطر شرقاوي الهلالي وتقودك الأماني في لقائه إلى الشيخ نور وهاجر وينقض ضرب التبانة جدائله كوكبا كوكبا وقمرا وراء قمر وسلخ من الكل شعيرة نور يهدي للمعرفة ولليقين في ضرب صغير لو تأملنا هذه اللغة وقرناها مثلا بمقطع لإبراهيم سنجد أن اللغة نفسها مثلا نقول على لسان إبراهيم لم نختر وجودنا يحكمنا الجبر المطلق وظلام اطبق من حولي هذا كلام يعني قد يكون موزونا موسيقيا لا اجد بصيصا من نور حتى في غرف الربع المهجوره كانت صامته بارده لم يبقى غير عجوز ما عادت تحتاج لضوء بعد ان اظلمت عيناها حتى السماء عند القمر وضوء النجوم يختطف فرجا بين سحاب لا يمطر وحبيبك نجم الشعرى في الصمت البعيد اناديه فلا يجيب يشغله الفيضان بخصبه عن قدر العدم المحتوم أتذكر رغم المحنة كل عذابات سارتر في جحيم وجوده مع أبطاله مع أفكاره قبل الحرب وبعد الحرب هل نتحرر بعد الموت؟ لا أقصد سيناء بل جدك يسجنه العمر في جسد يهرم لو تأملنا ذلك نجد أن الطريقة واحدة بين الشخصيتين فالشخصيتان تقف كل منهما أمام الجزئية الصغيرة والدوران حول محورها بالأسئلة والتأملات التي تصرف المرأة إلى داخل ذاته يخرج من القضية العامة إلى داخل ذاته فيكون الالتفات بين الضمائر من التكلم إلى مخاطبة النفس كقول مثلا وحبيبك نجم الشعر لا أقصد سيناء بل جدك ده موجود في كلام إبراهيم لو نظرنا إلى عبارات الضابط نجد الأمر نفسه يقول تقودك الأماني في لقائه إلى الشيخ نور ونجد أيضا إبراهيم يخرج من حيز المشكلة التي فيه التي هو فيها ويخرج إلى الكون فيتحدث إلى السماء والنجوم والقمر والشعر وغير ذلك حتى السماء وعندها القمر إلى آخره نجد الضابط أيضا يقول وينقض ضرب التبانة جدائلها كوكبا كوكبا إلى آخر ذلك كذلك استخلص الشخصية الرؤية والفكرة مما وقع هل نتحرر بعد الموت وكذلك نجد الضابط يستخلص الفكرة مما, مما دار على لسانه فيقول شعيرة نور يهدي للمعرفة ولليقين بل كذلك إن تأملت الأمر على نحو أكثر ستجد أن الضابط ترد على لسان العبارات موزونة موزونة عروضيا هل ثاب الى رشد ابراهيم احميه ممن قتلوه واجعله طعما للقتله حتى طعما للقتله حتى اسقيهم من نفس الكأس الى اخر ذلك. سنجد هذا الامر ايضا كما قلت على لغه على لسان زوجه الضابط وعلى لسان الام شامع وعلى لسان الشيخ نور وغير هؤلاء وحينما نجد ان هذه اللغه او هذه الاصوات متطابقه من حيث هذه الخصائص والاسلوبيه والبنائيه على هذا النحو لا يسع الناقد إلا أن يقول إن هذه لغة الكاتب وحينما يعبر الكاتب بلسانه هو على لسنة الشخوص فإن ذلك يعد عيبا لأنه كان الأولى أن يترك للشخوص أيضا الحرية الكلام على لسانهم فتتباين لغاتهم كما تتباين ثقافاتهم وكما تتنوع مستوياتهم الاجتماعية والطبقية على نحو ما سبق أن بين بالانتهاء من هذا المحور الثالث الذي عني بالوقوف على سلبية من سلبيات هذه الرواية يكون ختام الكلام عن هذا النص الرائع نص سمير ندى وقاعس الشهاد إسماعيل النوحي أشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته